صراحة حلم لحد الآن حاسه حلم، بيضل له رهبة كونه مسبح رح يصير فيه أقوى حدث رياضي. يمينك يسارك أبطال عالم، وين ما بطلع بتلاقي سباحين على مستوى، فهذا شيء كتير حلو. فبآخر بطولة عملتها في بلجيكا بالشهر بداية الشهر السابع عملت نفس الزمني يلي هو 55 ثانية، حاليا هدفي هو أعمل 54 ثانية. فبالنسبة لي إذا بعمل هالزمن كتير بكون منيح، فبتمنى أعمل نتيجة في هالمسبح يبقى لي ذكريات حلوة فيه.